أعزائي المشاهدين، أسعدتم مساء ومرحبا بكم في لقائنا لهذا المساء. أعزائي، معي هذا المساء في الاستوديو الأستاذ أميد الجاف، وهو ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في ولاية ميشيغان. كاكو أميد، نرحب مرة أخرى بك في قناة الأمية. الله يخليك، أنا وسهلا، تحياتي إلى كل كادر القناة. شكرا جزيلا. ومعنا من السكايب ومن واشنطن الأستاذ عبدالجبار جعفر، وهو خبير العلاقات الاستراتيجية. طبعا هاليوم الموضوع راح يكون عن العراق. نبدي وياك، نبدي ويا استاذ عبد الجبار وبعدين نرجع. استاذ عبد الجبار، الفساد الاداري الاقتصادي الاجتماعي الثقافي، كل النواحي دي يستمر بالعراق من سيء الى أسوأ. تنبأنا باستلام الدكتور حيدر العبادي، والدكتور العبادي دا نشوفه ماكو باستطاعته انه يتخذ اي قرار او يعمل اي شيء لتصليح الفساد الموجود في العراق، وخاصه في منطقه بغداد وضواحيها. في الحقيقه في شمال العراق الاستقرار موجود، هناك حكومه كردستان، هناك البرلمان، هناك القوانين، هناك الحركه الاقتصاديه الثقافيه الاجتماعيه موجوده. بالبصره تقريبا موجوده شويه، بس لو ناخذ بغداد وضواحيها والمنطقه الغربيه اللي هي الرمادي وهذا، ماكو اي من سيء الى أسوأ. ومن مده تطلع الاحتجاجات على الفساد، وتطلع مئات الالاف، وهالمئات الالاف يحاولون ورا مده يخمدون ويغيرون مجراها شو ما صارت قبل. وأسى الصدر طلع مئات الآلاف، زين، وبعدين هم أن نفس الشيء دا يحاولون أنه يديروها على غير شيء. العبادي شكل حكومتين، حكومة من التنقراط وحكومة من الكتل الحكومية، ويومية تأجيل. وأعتقد هاي راح تنتهي والاحتجاجات توقف عن ما ينتظرون على الاحتجاجات الثانية. تفضل أستاذ عبد الجبار، اشرح لنا وين راح نوصل ويا هل الوضع السيء الموجود في العراق. حقيقة هو ما يحصل يعني نتيجة لنظام المحاصصة الطائفية المقيت الذي قسم يعني الحكومة والمناصب الحكومية على أساس طائفية وسياسية. فكل الذين أتوا إلى الحكومات المتعاقبة حتى حكومة العبادي لم يكونون مؤهلين لشغل هذه المناصب الوزارية. هناك مجالس خاصة بالأحزاب أو لجان خاصة يسموها اللجان الاقتصادية، يعني هذه أيضا لعبت دور بعملية الفساد المستشري في الوزارات وفي دوائر الدولة الأخرى. فما يحدث هو كما قلت هو نتيجة يعني لتراكمات كثيرة. كل الوزراء الذين أتوا إلى الحكومات هم ناس غير مؤهلين، يعني الكتل لم تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. استغلت مع الأسف يعني دعم الشعب إلها، والشعب أعطى صوته لهذه الكتل لدورات انتخابية مختلفة، لكن هذه الكتل لم تفي بوعودها للشعب الذي صوت لها، وأتت بأشخاص غير مؤهلين لقيادة الكابينات الوزارية. بالنسبة لرئيس الحكومة السيد العبادي، أنا من البداية حقيقة قلت وكتبت أن هذا الرجل لا يمكن أن يجري تغيير، لسبب بسيط، أنه هو جزء من المنظومة السياسية والحزبية التي تقود الحكومة، وأعني بها هنا حزب الدعوة. فلا يمكن يعني هذا الرجل أن يتمرد على حزبه. فهناك مواقف كثيرة حقيقة تشهد على تردده، منها يعني أعلن ترشيح مدير عام لمجلس الوزراء اللي هو السيد عماد الخرسان. وبقى الخرسان لحوالي 60 يوم، لم يستطع العبادي أن يصدر له أمر تعيين،
من أجل أن يمارس مهام عمله. والسبب أنه لم يستطع أن يخالف يعني ما يريده أعضاء كتلته من في دولة القانون أو حزب الدعوة. المرة الأخرى أنه عندما سلط ضغط عليه من قبل المجاميع والحشود التي اعتصمت في ساحة التحرير وثم انتقلت إلى أبواب المنطقة الخضراء، فتم الاتفاق على مجموعة من الوزراء الذي يمكن أن نسميهم تكنوقراط. وقدم الملف إلى مجلس النواب، لكن بعد فترة بدأ زعماء الكتل، طبعا كافة الكتل سواء كانت من الشمال أو من الوسط، بدأوا يرفضون هذه القائمة ويعلنون مقاطعتها وعدم التصويت عليها، وهذا لسبب واضح، لأنها لا تتفق ومصالحهم الحزبية والفئوية، فلذلك أعلنوا رفضهم التام إلها. وفوجئنا بأنهم عقدوا أو توصلوا إلى ميثاق وطني ضمن مجموعة من النقاط، من ضمنها أنه ترشيح وزراء جدد غير الوزراء الذين أتى بهم العبادي. وحصل ما حصل، وهذا اليوم كانت القشة التي نستطيع أن نقول أنها قصمت ظهر البعير، عندما حاول 174 عضو من أعضاء البرلمان مقاطعة التصويت على هذه المجموعة من الوزراء الذين أتى بهم العبادي، واعتصموا داخل البرلمان وطلبوا بإقالة الرئاسات الثلاث. والآن الأمر معلق إلى يوم غدا. عبدالجبار، خلي أعطي فرصة للأستاذ أميد وأرجع لك بعدين. أستاذ أميد، هل احتجاجات يعني قبل مدة، قبل سنة أو سنتين صارت احتجاجات وهذا، والشعب العراقي اقتنع أنه هالاحتجاجات راح تنتهي إلى لا شيء، إلى لا شيء. زين، مقتضى الصدر قال إحنا ما نوقف احتجاجاتنا إلا تستقيل الحكومة. زين، لأنه صار الاحتجاجات هوارة. هل هذول الاحتجاجات، هل هناك قسم من القيادين دي يلعبون دور أنه هالاحتجاجات دي وجهوها إلى 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 شيء آخر، مسار آخر، ويموتون الاحتجاجات وهاي؟ زين، شو وقت هالاحتجاجات راح تستمر وراح تكون قوية وتقوى حتى البرلمان والحكومة هاي تستقي؟ شكرا، تحياتي للأستاذ عبد الجبار. أستاذ وليد، ترى بالبداية احتجاجات ناس علمانيين وطنيين، نعم، مسارهم هو إصلاح عملية سياسية بالعراق، كان كل هدفهم هو عراق. نعم. مع احترام وتقديري للسيد مقتدى الصدر، دخولهم بالاحتجاجات هو إنهاء الاحتجاجات. هو هذا اللي يدعو صدر. هل وإنهاء بين مدة ومدة يدخلون فت كتلة من يعني من الموجودة قريبة عليهم حتى ينهون الاحتجاجات؟ مشكلة العراق. نعم. وراء 2003 أكو وجه نظر عن عراقيين، هذول اللي اجوا وراء 2003 ما يريدون يخدمون العراق. عملية سياسية عاطلة من بداية الولادة مال الحكومة الجديدة وقبل الحكومة. نعم. عاطلة كونا أهدافهم هو شنو؟ حصتي. نعم. مو هدفهم هو عراق، دفاع عن عراق. نعم. الموضوع الحيدر العبادي مثل ما تفضل أستاذ عبد الجبار، شخصية أنا ما مو موضوع شيء شخص نريد يعني نحكي. نعم. عن شخصيته. نعم. وما يقدر، مو هو قائد اللي يقدر يسوي تغيير بالعراق. مسير هو مشكلة من قبل العراق الدعوة. واحد من المشاكل هو عبادي، هو مش اكو وجه نظر خاطئ، وكلهم سياسيين يعرفون هذا، تصرفهم خاطئ. نعم. كابينة الاولى يريدين شكلون قائمة الاولى والثانية والثالثة، كل خطأ. اكو آلية تغيير الحكومة مو بهذا الشكل. نعم. اولا مثلا تريد تغير حكومة، غير يصير استقالة من وزراء. نعم. من ضمنها سي بس ما يستقونون هذول. ماكو. زين، شنو هو الحال؟ الحال هو اكو خطوتين. نعم.
خطوة الأولى، خطوة الأولى تشكيل حكومة مثل ما هو يتفضل جديدة، من ضمنها تغيير سيد حيدر عبادي، وتغيروا اجى الاخ ونور المالكي تغيروا، وبعد نور المالكي زين وغيروا العبادي بعدين بعدين. اذا اكو نيه كوليد الموجودين هسه ببرلمان العراقي ما عندهم نيه تغيير، ما عندهم نيه، ترى هذا كله مسرحيه. زين المسرحيه انت عندك الاحزاب الشيعيه مسيطره على الحكم في هم يحكمون العراق. زين السنه ما لهم اي دور ومحاربين، وهذا ولا أكراد. الأكراد موجودين في منطقتهم ويقول لك احنا خلينا ندير المنطقة مالتنا، وما علينا من الجنوب وما علينا من الوسط. لا مو موضوع ما علينا، بس كيف راح يتغير يا أستاذ العزيز؟ يعني شيعة، يعني كم شيعة ما يتقلبون على نفسهم. أساس منو سنة؟ ماكو قبل الأحداث. نعم. أنا ما أعيد مثلا موضوع هذول التصرفات بعض الناس السنة. نعم. بس أنت قبل كان أكو كم واحد تقدر تحكي وياهم. نعم. اليوم من تحشي حتى ومن السنة ما حد ماكو، هذا ما بقى اصلا سنة انتهى. يعني شلون تغير كتلات شيعية؟ شلون تريد تغير يا اذا هم سيطرين؟ صارت هذا ميثاق الشرف اللي صار. نعم. توقيع طبعا احنا اكراد ما شاركنا. نعم. سيد دكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق. نعم. ما يمثل اكراد وحده. نعم. هو وظيفته رئيس جمهوري العراق. صح. من واجبه يجمع كل العراقيين، بس ما ممكن حضرتك ما شفت اي قيادي كردي بالتوقيع. اوكي. ولا واحد قيادي كردي موجود بالتوقيع. نعم. هم اخوان شاركوا، يعني يريدون يبقون على نفس المسار. غير استاذ السيد جعفري اجى فالح فياض. نعم. هو بنفس قائمته. ابدا نشي. زين ما بدلنا شيء، وطلع المالكي دخل عبادي. عبادي راحت مثلا شهرستاني خلى. نعم. واحد من قائمته اوكي هاي ماتي. نعم. سيد هذا العامري مثلا وزير داخليه باقي. نعم. مثلا فلان كلهم. نعم. يعني نفس الاشكال بس تغيرت الوجوه، بس الوجوه تغيرت، بس وجوه تغير. اما سيطره من الكتل السياسيه موجوده. زين لو هاي يصير بها عمليه فشون، يعني كلش صعبه لو اعاده انتخابات. مو هي قلت لك انت زين خلينا ننتقل على استاذ عبد الجبار. نعم. اوكي. استاذ اميد يقول انتخابات. زين هو الانتخابات من الانتخابات السنه مشلولين، السنه ما لهم اي دور بالعمليه السياسيه هاليوم، لا ارض ولا جمهور. ولا جمهور. زين الاكراد موجودين في منطقتهم وده يحسنون منطقتهم وده يشتغلون لشعبهم. زين بقى الوسط والجنوب اللي هو الشيعة والأحزاب السياسية الدينية الشيعية سيطرة كاملة. زين شلون راح يصير تغيير؟ شلون راح يصير؟ يعني خلينا ما نقول انقلاب ولو هذا، بس شنو شلون راح يصير تغيير إذا يعني شيعة ضد شيعة؟ ما راح يصير. يعني حتى المرجع السيستاني أوكي طلب بالتغيير وراح ضد الفساد، بس منو سمع عليه؟ ليش؟ لأنه الكتل موجودة لا تتعاون مع بعضها، ما راح تنقلب على بعضها. كيف راح يصير التغيير؟ طبعا هناك واقع ويعني الان يحصل، وهناك يعني راي بالنسبه للواقع. الان الاعضاء اللي هم 174 واحد طالبوا باستقاله الرئاسات الثلاث، ومن حق خمس اعضاء البرلمان ان يطالبون باستقاله البرلمان. نعم. والدعوة ومن حق رئيس الجمهورية أن يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة. هذا الذي يحصل الآن. نعم. يعني الآن طرح على رئيس مجلس النواب أنه استقالة الرئاسات الثلاث، لكن استقالة والبرلمان استقال، من راح يصير انتخاب نفسهم هذول الكتل راح يجون بوجهه جديدة، بس الكتل موجودة نفسها، ثم معناته الفساد موجود والوضع اللي نشوفه اليوم من سيء إلى أسود راح يستمر. لا مو بالضرورة، هذا طبعا تبقى على مدى يعني وعي الشعب. يعني أكيد الشعب الآن أصبح له يعني أصبحت عنده رؤية واضحة جديدة. من هي الأحزاب التي تعمل يعني دائما على إعاقة مسيرة الإصلاح والتطور؟ نعم. في داخل العراق من هي التيارات التي تحاول أن تصلح ما يمكن إصلاحها داخل العراق؟ من هي الشخصيات التي، وهي طبعا قليلة بالنسبة للكتل السياسية، لا أرى أن هناك يعني شخصية سياسية أبدت تمردها على الواقع الحالي
وأعلنت طريق آخر اللي ممكن أنه تلتف حولها الجماهير من أجل قلب الطاولة على الكتل السياسية المستبدة التي تسيطر على الحكم في العراق. فتبقى كما قلت أنه الشعب ممكن أن يقول كلمته بعد الذي جرى. يعني الشعب ضحى لما فيه الكفاية، صبر لما فيه الكفاية، فساد حقيقة شمل كل قطاعات البلد. فالآن يسير البلد نحو الهاوية اقتصاديا، هناك حرب ضد الإرهاب مشغول بها الجيش العراقي والحشد الشعبي. ف يعني العملية يحتاج لها إلى ظهور شخصية وطنية قوية تستطيع أن تلهم الشعب ويلتف حولها من أجل أن يخلق واقع جديد. نعم. هذا اللي يعني يمكن أن الرهان عليه اليوم. بخلاف ذلك راح نبقى ندور في حلقة مفرغة. هل هنا طبعاً الجميع مطالبون يعني بالاشتراك، يعني هنا مرحلة حسم. يا إما يشترك الجميع من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإيصال البلد إلى بر الأمان، وبالذات أنه هو في فترة حرجة جدا، يعني بمحاربة كما قلت العصابات الإرهابية. هناك حالة أخرى وهي سد الموصل أيضا اللي قد ما منتبه للجميع، لكن هذا إذا يعني حصل ما حصل فيه وانهار السد سيؤدي إلى غرق تقريبا نصف سكان بغداد، بالإضافة إلى المحافظات الشمالية أقصد بها الموصل وغيرها. فلذلك المطلوب من الجميع أن يعي خطورة هذه المرحلة ويصل إلى قرار. الآن يعني رئيس الجمهورية يجب أن يأخذ موقف، رئيس الوزراء رجل متذبذب ما عنده كلمة، يعني بالبداية انطوا قائمة وقدمها إلى البرلمان، وبعد فترة شفنا إجا أيضا جاب قائمة أخرى وعرضها على البرلمان. طيب أنت ليش تقبل القائمة الأخرى؟ أنت ليش ما تفرض شخصيتك وكون في البرلمان وثبت موقف وأطلب من البرلمان يا إما يوافقون على هذه وبجلسة علنية يطلع عليها الشعب العراقي كافة، أو يرفضها. أنت ليش توافق على يعني قائمة أخرى وتجيبها مرة أخرى للبرلمان؟ يعني هذا يظهر بأنه يعني الشخص ضعيف، ما عنده القرار، هو مسير، ما عنده يعني القدرة على القيادة. بالضبط. الآن البلد يحتاج إلى شخص تتوفر به صفات القيادة من أجل أن يخرج من هذا الواقع المرير. زين أستاذ أميت، الجيش العراقي يعني على مدى من التحرير من الملكية وتأسيس الجيش العراقي، وهذا الجيش العراقي دائما لعب دور، حتى إذا ما كان هو لعب دور بالسياسة، بس لعب دور في الحفاظ على التكوين العراقية، على الحكومة العراقية. وإذا صار فساد، لو الجيش العراقي باقي اللي نعرفه بهالفساد، كان 100% جيش عراقي السنة. هل الحكومة العراقية، هل حكومة ماكو، هل الكتل الموجودة السياسية الدينية الموجودة هي تضعف الجيش العراقي وما تريد تقضي على داعش، وتريد الجيش العراقي والحشد الشعبي ويا عندنا والأمن العراقي وهذا ملتهي بهالعصابات اللي سوريا تقريبا راح تقضي عليهم، وهم العراقيين دي رجعون لي ورا، وتباوع العراقي ويقول لك انتصارات الجيش العراقي، ياخذ مدينه ورا اسبوع يطلع من عندها يجي داعش. هل هي سياسه الكتل الشيعيه الموجوده، هي هاي السياسه الهاء الشعب العراقي الجيش العراقي وعدم اعطاء القدره حتى يثبت وجوده ويقول انه يجب انه نجيب حكومه جديده ان يسيطر على الوضع؟ اكو هوايه ناس داخل العراق وخارج العراق ما يريد عراق قوي، يريد عراق هزيل. يس. وهذا اسلوب
وراء احداث 2003 بس احنا ما نحكي برا حتى جو امير دنيا اي اي هذول الجو حكي مو بيدهم هم موظفين عند الاخرين يطبقون اوامر الدول الخارجيه من اجل اضعاف العراق اخ الكريم وراح اجي يعني على صراحه إيران. يعني هذا راح اجي على ايران يعني دور ايران خليني اقول لك الجيش العراقي اكو نيه هو اضعاف جيش العراقي بالعراق وداخل العراق اكو نيه اضعاف جيش العراقي نفس الاحزاب هم اظهار ميليشيات لهم ما طبعا لازم اكو شوف اكو فد واقع حال احنا 100% نأيد فتوى سيد سيستاني تشكيلة حج شعبي واحنا نعتبرهم هذول ابطال دافعوا عن العراق لولا حج شعبي لسقط البغداد ولولا كلها احنا وياه ولكن مع ذلك اكو شيء كلش مهم اليوم خلط صاير بين فتوى بين تصرفات بعض ميليشيات بعض ميليشيات الموجوده اللي دمروا العراق اللي هي جزء من الحج الشعبي هنا المشكله هذا مو هاي مشكله هذول اليوم سيطروا على الوضعيه واستغلوا فرصه الفتوى واستغلوا الموقف اليوم صح قبل منو دمر العراق منو كل تخريب العراق منو سواها منو قتل كل الناس المثقفه اطباء دكاتره واللي هجرهم واللي ذبحهم ميليشيات سواها منو دمر من بصره لغايه بغداد منو دمر هاي كل الاشياء هذول ناس اكو 45 ميليشيات شيعيه 35 ميليشيات سنيه موجوده بالعراق سنيه ما موجوده سنيه يعتبروها داعش ومداعش وهذا صارت اليوم سنه أصبح ماضي بالضبط. سنة لا مأوى ولا جمهور جمهورهم 90% موجودة بكردستان كلهم مهزومين أهل أنبار وفلوجة وتكريد والغاد موصول كلهم مليون و800 ألف شخص مهاجر سو ما عدنا أمل أنه الجيش العراقي يستمر لأنه شوف أنا رأي شخصي هاي رأي شخصي مو يعني كحزب أنا كنت أتمنى سيد علي السيستاني ينطي فتوى دخول الناس للجيش العراقي صح كان هاي اكبر خدمه للعراق بس هم ما يريدون يقومون الجيش العراقي ما يريدون يقومون الجيش العراقي ليش اذا اكو جيش قوي مثل ما انت تفضلت ما يقبل بهاي مهزله بالضبط ما هسه تروح بين بغداد للتكريت تشوف كم ميليشيات بين بغداد للدوز غرماتو كلها بيد ميليشيات رئيس جمهوريه اربعه من حمايات رئيس جمهوريه ركبوا سيارة بغداد يرجعون لأهلهم سليمانية خاط فيها 6 شهور ما حد يعرف يمنه وهاي يعني هاي ما كنية هو تقوية العراق هو هيبة العراق يرجع للجيش العراقي احنا كلتنا انا كردي انا من اهل حلبجة انا اقول صحيح صدام حسين دمر اهلي دمر نفس الوقت دمر اخواننا الشيعة كتلهم ذبح كل الناس عند احترام السنة دمرهم بس مع ذلك هيبة الجيش العراقي حافظ على هيبة الجيش العراقي عندنا ناس أكاديميين صح كلها هجرناهم موجودين وين بالخارج بالإمارات بالدبي بأردن بسوريا بالأوروبا هدول عقول عراق تعبت الجيش العراقي أسس من 21 احنا دمرناها بول بريمر اجى لغى الجيش العراقي اكبر خطا ولغى الشرطه ولغى كل شيء لغى العراق صارت على الصفر وين كل الاسلحه صارت بيد الشعب صارت ميليشيات هذول ميليشيات يتصرفون بالعراق ترى العراق هو حيدر عبادي ليش ما يقدر يسوي شيء لانه ميليشيات هي مسيطره ثاني يوم يخلون يطب خضراء ليش حيدر عبادي يقدر يطلع من كلام حزب الدعوه مالكي ما يقدر ليش ما يقدم هذول فاسدين للحكومة للقضاء ما احترامي تقديري للسيد مقتدى الصدر شنو انت تحكم بها عرجي 3 شهور يمك ليش انت قاضي ما احترامي تقديري للسيد الصدر وابوه عنده احترام لنضال ابوه بس الواقع الحال يعني شنو بها العرجي انت تحكم عليه خلي المحكمة العراقية إذا هو بريء يطلع بريء ورأسه مرفوع إذا هو متهم يأخذ حكمه صايرة مافيات وكل مافية ده تشتغل حيدر عبادي انطى وعد للشعب العراقي وقال له بس أسلم سلطنتني 90 يوم صارت هاي أكثر من 10-90 يوم ليش ما تجرب ما سوي شيء ما يقدر يسوي شيء شخصيته ضعيفة أنا ما أريد أروح يعني بعيد أكو ناس يوصفه يعني
وصف يعني عيب واحد يحشيه بالإعلام. هذا ما يقدر يقود العراق. مو موضوع يعني احنا كنا نتمنى مالكي. لا، حزب الدعوة صارت على الشعب العراقي بالضبط. كهدول قيادات مو حزب الدعوة. إح أنا ويا حزب الدعوة اللي كان يناضل من أجل حرية شعبه، هو اللي انطى الشهداء واللي دافع عن قضية مقراته، كان موجود ويا بكردستان ويا حزبنا. بس ويا إدارة الدورة غير شكل. لا، وصلوا للبغداد مية مية تغيروا. ترى ما يصير هدول قيادات أصلا نسوا أعضاء اللي ناضل من وياهم. نعم، هدول صاروا الشعب العراقي الخطير المظلوم هو ده يدفع الثمن. منو منو يعني مشكلة منو عراق راحت علينا عراق. ترى عراق يعني شنو أنبار، حتى أنبار رجعت شنو 80% من الماء دمار، تكريد دمار، بيجي انتهى. تعال نروح الفلوجة، هاي فلوجة بصف بغداد معقولة صار لها سنين بيد الإرهابيين. الشعب يعني أهل فلوجة يعني يا جماعة الخير لا تقول لي كم واحد يروح جاب هذول الإرهابيين. لو إحنا حكومة العراقية يعني لما يقول إحنا كلتنا بالحكومة العراقية لو كنا عندنا النية هو من أجل إصلاح عملية سياسية بالعراق كان ننطي دور للآخرين. ما أنطينا دور للآخرين، وآخرين اللي صار شوف صار ولا شيء عم مرتاح. شنو كاك وليد اكو شيء كلش مهم، هذول ما يمثلون الشيعة. ترى الشيعة من بصرة هاليوم هم اللي يدفعون الثمن. هو الشيعة ما عندهم يعني هذول يعني كل الشهداء يروح بالهاي قتال. نعم، كنا نقدر احنا ما يصير هذا قتال. هذول كلها ابناء الشيعة اللي من فقراء منا واللي ما عندهم ما يحلو. يا صدام حسين كان يكره بصرة، هسه انت لما تحب بصرة ليش ما تجيب ماي حلو للبصرة؟ ماي حلو، مستلزمات طبية، كل أدوية، مستشفيات، مدارس، ماكو. استاذ العزيز والشيعة هم دي يدفعون الثمن. خضير خزاعلي ما سوى عقود ويا ويا الدولة. نعم، على اساس يبنون 50 مدرسة. نعم، بالعراق ولا مدرسة ولا 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 كاشي ولا طابوق انحط. زين، انضربت منو تسأل منو؟ نعم، نرجع استاذ عبد الجبار. يعني هسه حسب ما بدنا نحكي انه دور الجيش العراقي تقريبا انهو وخلوه يلتهي بمحاربه مجموعه صغيره جدا من 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 المرتزقه من الارهابيين، حتى شنو ليكون عنده القوه للسيطره ويكون عنده القرار انه ياخذ قرار انه الحكومه هاي تقعد، هاي البرلمان يقعد. هل هذا صحيح؟ وهل إيران بالتدخل في جميع شؤون الشعب العراقي بالوزارات؟ حسب معلوماتي عندي من توصل إلى مدير بالوزارة لازم يأخذ أمره من إيران. هل إيران هي من مصلحتها أنه هالفساد الموجود بالعراق يستمر حتى تكون تهيمن على العراق هيمنة كاملة؟ تفضل. خليني أقول لك شيء بالنسبة للجيش العراقي. طبعا حل ما يعني ما يختلف اثنين لأنه كان خطأ كبير، لكن الآن هو يعني يعاني من مسألة الترهل بالنسبة للقيادات. القيادة الآن في يعني كهرم مقلوب. المفروض أن يكون هناك يعني قائد واحد وهو رئيس أركان الجيش. نعم، وهناك مساعدين إلى اللي هم يقدرون يعني مساعد مثلا معاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات وللإدارة والميرة، تقريبا 4 أو 5 مساعدين والاستخبارات. فهاي مسألة. المسألة الأخرى أريد أقف عندها، يعني عندما دخلت داعش إلى الرمادي القوات اللي كانت موجودة كانت مسلحة تسليح كبير، لكن معظمها كان من عناصر الشرطة اللي هم من المحافظة، ألقوا سلاحهم وانسحبوا وانسحب الجيش. لكن من اللي وقف وصد هاي الهجمة الكبيرة؟ احنا لازم نفرق بين الحشد الشعبي وبين الميليشيات. هناك حشد شعبي يعني دعا المرجعية دعت الى الدفاع عن العراق بشكل عام، يعني لم تكن في الدفاع لجزء محدد. والشباب من كل المحافظات لبوا النداء و توجهوا وحملوا السلاح واستطاعوا أن يوقفوا تمدد داعش التي هددت بغداد. نعم، فلذلك أنه الحشد الشعبي حقيقة لعب دور كبير في صد هجمات داعش.
هل ممكن يلعب دور في القضاء على الفساد وهم مجموعة كبيرة موجودين متابعين هذول الكتل والأحزاب السياسية الدينية اللي سيطر على الحكومة؟ لا أستاذ وليد، هسا احنا خلينا بالنسبة للفساد هذا شيء آخر، أنا قاعد أتكلم عن المقاتلين الذين دعت لهم المرجعية، أنا لا أتحدث عن الميليشيات، فذولا المفروض أنه احنا ما ننسى دورهم. بالنسبة للتمثيل السني موجود اتحاد القوى وغيره موجودين. وين موجود؟ موجودين في الحكومة، موجودين في البرلمان. الشغلة الأخرى أنه بالنسبة للفلوجة كل ما يريد يتقدم عليها الجيش يعني تثار موجة إعلامية على أنه راح يصير تطهير عرقي وراح يصير ذبح وراح يصير قتل وواقفة، فهذه تحتاج إلى أوامر خاصة إلى أن يدخلون إلى الفلوجة، وإلا الفلوجة هي صايرة في خاصرة بغداد. يعني كل معظم التفجيرات اللي يعني تحدث في بغداد هي تتسلل من الفلوجة وغيرها بالنسبة للمركبات المفخخة التي يعني تفجر ضد الأبرياء في بغداد. فبالنسبة للجيش الآن بدأ يعني تقريبا يعني يستعيد نشاطه، وهناك في أكثر من قاطع، يعني عندما نذهب إلى قاطع صلاح الدين حقق يعني انتصار، في قاطع الأنبار الآن الجيش وصل إلى هيت وقدر يحرر حوالي أكثر من نصف قضاء هيت. بالنسبة إلى مناطق حول الموصل هو والبيشمركة أيضا بدأوا يعني يدفعون العناصر العصابات الإرهابية إلى مناطق أخرى. فهذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة للفساد اللي حضرتك تتكلم عنه، هذا موجود، هذا لا يمكن أحد ينكره. دور إيران هذا هو نتاج لهذه الكتل الفاسدة التي تعتاش يعني على الصفقات المشبوهة في كل مجالات الحياة وفي كل قطاعات الدولة. القضاء مسيس، قضاء ضعيف، الحكومة أيضا كما قلنا أكثر من مرة أنه حكومة ضعيفة لا تقوى على أن تحيل ملفات الفساد إلى القضاء، والقضاء هو كما قلنا هو مسيس وضعيف. هيئة النزاهة أيضا مسيسة وضعيفة، وهي بالذات هي يحتاج لها نزاهة. فالفساد هذا مستشري في كل جزء من أجزاء الدولة. دور إيران في الهيمنة والبقاء على هذا الفساد. حال إيران حال الدول الأخرى، السعودية وقطر والأردن، كل دول الجوار لها مصلحة. إيران موجودة، لا يمكن لا أحد ينكر هذا، موجودة من خلال دعمها بالنسبة للكتل وغيرها، لكن لا أتفق أنه تدخل في عملية تعيين موظف بسيط أو كذا أو مدير عام، من مدير عام إلى وزير، تصل إلى هذا الحد. لكن إيران لديها مصالح في العراق، هذه حقيقة لا يمكن أن أحد ينكرها، موجودة. زين، هسه نحن نرجع على داعش في سوريا. أستاذ جبار، عبد الجبار لو هم يلا تبقى وياي لأن راح أجي عليك نفس الشيء. في سوريا الدعم الروسي إلى سوريا حقق انتصارات. ليش الدعم الأمريكي إلى العراق لم يحقق هاي الانتصارات اللي أسد تحقق تقريبا سوريا حتى هي على حدود الرقة، ومن الممكن أنه تسيطر على الرقة وتحرر الأراضي السورية، معظم الأراضي السورية بدعم من روسيا لمدة قصيرة، يمكن عدة أشهر راح تسويها. ليش الدعم الأمريكي للعراق وللحكومة العراقية وللشعب وللجيش العراقي ما حقق أي انتصارات؟ بدنا نشوفها بسوريا. أستاذ وليد، حقق انتصار مو بس بدنا نشوفها بسوريا. أستاذ وليد، أنت مشكلة، خلي أنا أسوي لك فد مقارنة. إحنا بحكومة أقليم كردستان عندنا غرفة مشتركة بين الجيش، قوات مو بس أمريكي، تحالف دولي. وإحنا يعني عن طريق هذا التلفزيون إحنا نشكر قوات التحالف الدولي. عندهم دور بارز في إعادة كل المناطق اللي بيشمرق الأبطال اللي عادوها للعراق، للكردستان والعراق.
لأنه عندهم ثقة تنسيق. بيكم أكو تنسيق. ثقة بيهم. نعم شوف ما أنا ما يعني أنا أحكي لك على كردستان بعدين نعم. نحكي على الطرف الثاني. كردستان أكو قيادة واحد اسمه نعم. الرئيس أقليم كردستان سيد مسعود برزاري نعم. شخص الوحيد عنده بيشمرقة موجودين نعم. يعني احنا سياسيا عندنا مشاكل داخل كردستان صحيح ولكن عسكريا كلتنا ايد واحد اكو قياده واحده اكو غرفه عمليات مشتركه الرئيس مسعود برزاني طل شخص ينطي اوامر مسيطر على كل وضعيه امريكان اكو شخص تحكي وياه تنسق وياه كل عمليات اللي تصير بكردستان شنقال مخمور ثقه بيكم كلهم هاي الثقه هاي المهمه ما يطلع منا تعرف احنا امريكان نعم. لحد اليوم ثلاث عمليات امريك تنسيق الجنود بيشمرقة الابطال قوات الخاصة بيشمرقة ويا امريكان سوينا انزال ورا القوات الداعش سوينا عمليات نعم. هاي اول مرة امريكان قبل كل جنودهم يسوون هاي عمليات ليش مو هذا التعاون بينكم وبين التحالف ليصير مع الحكومة العراقية اكو غرفة ما يطلع منه اسرار ما حد يعرف شنو موضوعه الا هذول الموجودين نعم. بالعراق شلون تسوي غرفة اولا امريكان يريدون يساعدون العراق واحنا بنشكرهم واحنا نطلبه علنا اي بس ليش بس ولكن على الارض نعم. على الارض نعم. ما يقبلون شنو ما يقبلون بعض من الميليشيات الموجودة يقول ما يصير نسوي عمليات مشتركة ويا الأمريكان علنا فهل هو هذا السبب اللي أمر التحالف ما نجح في التعاون مع الحكومة العراقية للقضاء على الإرهابيين احنا تلفون نعم من قيادات ميدانية لغرفة عمليات خلال دقائق نعم يوصل قوة جوية تحالف ويقصف الهدف نعم. ننجح وناخذها أوكي. أنا بس أريدك أعطيك معلومة صغيرة نعم. بشير الإخوان التركمان الشيعة نعم. قريبة على الكركوك بيشمرقة هاي كم مرة يطلب منهم يا إخوان إحنا خلي ناخذ منطقة نهجم عليه ناخذها بعدين نسلم لكم إخوان من حش شعبي ما يقبلون الامريكان ليش لانه امريكان امريكا ما يسوي تنسيق ما عنده تنسيق وياهم نعم سوى قبل 3 ايام مع اسف الشديد عندهم فوق 14 شهيد 50 جريح واسرى وامر لواء وامر فوج اثنيناتهم استشهدوا بعمليه انتحاريه نعم. وفشلت عمليه نعم زين امريكا شو استاذ وليد اريد اخذ مواني ادوصف شيء التعاون الروسي السوري دا ينطي نتيجة التعاون الأمريكي مع النظام التعاون الأمريكي مع البشمركة ومع كردستان دا ينطي نتيجة ليش ما دا ينطي أي نتيجة بين التعاون الأمريكي مع الحكومة العراقية أمريكا ينسق ويا منه مفروض ينسق ويا قائد عام القوات المسلحة السيد حيدر عبادي أوكي بس حيدر عبادي هل هو يقود عملية عسكرية بالعراق لا بس الجيش اكو موجود يا استاذ العزيز الجيش مو هاي مشكلتنا كلتنا انا وانت واستاذ عبد الجبار نحكي على معانات الجيش العراقي نعم. ماكو قيادات الجيش العراقي ليس اكاديميين ما نريد نخدمهم ما نريد نعطيهم صلاحيات وثانيا الامريكان شلون يقدر ينسقون ويا منو بعد ما صار شيء يطلع خبر نعم مو هاي تشوف بالضبط ثقه ماكو يعني فقدنا هوايه قواتنا جيش العراق هذول ابطال يسوون عمليات قبل ما يصيرون داعش يعرف الاسرار يسوي كمين ويصير شهداء من عندنا نعم. مفروض هذا هاي عمليه حقيقيه مثل ما هو قال هو انبار منو كان يحكمه غير اهل الانبار نعم. خلال دقائق كل الشرطه انهزموا تركوا مدينه نعم. الداعش هو ما صدق لازم هسه اليوم نعطي شهداء سبب سياسات المالكي خاطئة. العنصريه ضد السنه يا اخو نعم. يا اخ العزيز نعم. احنا ما نقدر نهمش سنه جزء من العراق نعم. يا ابو والله العظيم مو موضوع حبا للاشخاص موجودين بس انت حبا للعراق تريد تهدى العراق لازم اكو عمليه مشاركه حقيقيه نعم. هسه تحكي ويا منا كل الشيوخ كل السنة كان عندهم أربع شيوخ نعم. هسه مئات آلاف شيوخ
قبله بأسبوعين بالموصل لأنه فساد صار. 100 شيخ سوى توقيع. شو يقولون؟ ما نخلي بيج مرقة وأمريكان يجون للموصل. هاي كلها شيوخ. وين عراق؟ كلها شيوخ. بس تحت ضغط ال طبعا أنا إحنا ما نلومهم. المقصود من هاي كلام عراق كله صار شيوخ. ليش؟ قبل كان أكو فت 4-5 تقدر تحكي وياهم تنسق. إحنا دمرناها دولو طردناهم. هسه ما اريد اذكر اسماء. هسه كله يطلع يدافع عنه. قبل كنت تحكي ويا قيادات سنيه. اليوم سنه ما عندهم قيادات. تحكي ويا منو؟ اسامه نجيفي خلص بدون شعبه كله مهاجر. والبقيه محتله. صح. هل هذا كلامه يمشي؟ ما عنده غير هو نفسه وحمايته. صح. زين استاذ عبد الجبار، يعني شو ما قلت اني التعاون الروسي السوري دي يقوم بتحقيق انتصارات عديدة، وعلى الأرض موجودة. التعاون الأمريكي مع البيشمركة ومع الأكراد ده يحقق انتصارات وده يحقق نتائج إيجابية جدا. بدنا نشوف أي نتائج إيجابية بين التحالف والحكومة العراقية. هل هو صحيح السبب اللي ذكره كاكوميت؟ تفضل. لا، بالنسبة لمستوى التنسيق موجود، هو قيادة العمليات المشتركة موجودة في بغداد، وهناك يعني مستوى على يعني قادة بالنسبة للأمريكان أو عراقيين، وتنسيق على حد علمي مستمر. لكن قد يكون الواقع على الأرض، يعني أولا بالنسبة لروسيا وبالنسبة للولايات المتحدة، هذه مسألة استراتيجية. كل دولة لها استراتيجيتها الخاصة. يعني قد يكون الواقع على الأرض يعني هو أحد الأسباب اللي هو يعني تشتت القيادات على الأرض، وقد يكون وجود الحشد الشعبي قسم من عدة. يعني القادة الأمريكان لا يفضلون أن يتعاملوا معه، على اعتبار أنه يقول لك إحنا نتعامل مع الجيش. وقد يكون هذا السبب. السبب الآخر أنت لا تنسى، بالنسبة للجيش السوري يعني ما تعرض الى ما تعرض الى الجيش العراقي. الجيش العراقي تعرض الى يعني الى حل كامل، وبدت عمليه بناء جديده، وما زالت هي طبعا هو في طور البناء، وتعرض الى هذه الهجمات الارهابيه اللي في الموصل وغير الموصل. يعني ما زال هو في طور البناء، في طور اعاده التكوين. ما زالت يعني قسم من قياداته غير مؤهله. يعني كما أسلفت، يحتاج إلى رئيس أركان فاعل يستطيع أن يكون هو القائد الفعلي على الأرض، هو القائد للعمليات. يعني بالنسبة لرئيس الوزراء هو رجل مدني، لكن هو القائد الفعلي المفروض يكون رئيس أركان. ولحد الآن إحنا هناك رئيس أركان لكن لا نسمع له دور بارز. فلذلك لابد أن يكون هناك رئيس أركان يتمتع بكاريزما قوية، يستطيع أن يملي أوامره على القادة الموجودين على الأرض، يستطيع أن يفرض أوامره واستراتيجيته على كما قلت على قاطع العمليات. يعني كان يسمون أنه رئيس الأركان هو أبو الجيش. طبعا. يعني مثلا في الجيش المصري كان محمد فوزي يقول أنه أبو الجيش. رئيس الأركان هو قائد القوات المسلحة، تقدر تقولها. نعم. الرئيس هو رمزي. نعم. نأخذ مكالمة. وعد من كولورادو. وعد. نعم. جواد. العفو جواد. وعليكم السلام جواد، تفضل اذا عندك مداخله لو سؤال لضيوف الكرام. اول مره اطلب منك تكون مخايد انت بقدر البرنامج. نعم. اوكي. والشيء الثاني، هو من دخل داعش غير البرزاني والسياسي السني هاي كثير؟ والثالثه، ماكو شيعي يشترك بالحكومه فكل وضع اي شيء، ساسني ولا شيعي ولا كردي ولا صابي ولا يزيدي. نعم. كلهم بعض الشعب العراقي، كلهم خلوا الشعب العراقي يذبحوا. بس للأسف الشعب العراقي سنة وشيعة بس نبيعوا ناس ما يخافون الله، بسرعة الطائفية. إذا سبيل جاء من الحرار السنة غير ولد خائب الجنوب. نعم. زين. والأخ يقول البرزاني هو خائف، سيكون مطعوم.
ما يختلف على الحكم على السياسي الباقين يعني. جواد عزيزي انا من الحق ولا الحقيقه مره بس لازم فيها حقيقه يعني لازم واحد يحكي بضمير. نعم انا دا احكي على الواقع المؤلم جدا في العراق هسه. دا احكي على شعب والشيعة نسبة كبيرة من عنده دا يدفع ثمن ما عنده أي مستلزمات المعيشة من غذاء وأدوية ومدارس ومستشفيات. هذا الواقع الأليم اللي يخليني أنتقد الحكومة العراقية والأحزاب اللي هي مسيطرة على الوضع في العراق هسه. شو إحنا خلي أرد عليه. ما بين واحد عنده ضمير. أوكي. زين استاذ جواد استاذ جواد يبوك شعب ويخلي بريطانيا ويخلي بامريكا ويخلي بالخليج يبني عمارات وبعدين يشردوا ويخلي هذا الشعب الخايف اللي دفع الثمن. نعم اوكي شكرا اخ وعد. احنا قربنا العفو احنا جواد انا هذا الشعب انا قاعد بامريكا ايش عندي ومرتاح. صح صح زين شكرا جواد. خلينا ناخذ مكالمه اخرى وبعدين نعطيك هذا. علي من ميشيغان. علي علي اهلا وسهلا تفضل اذا عندك سؤال او مداخله. اولا احاول ان احييك احيي ضيوفك الكرام. شكرا. سؤالي الى ضيوفك الكرام من دخل داعش الى المحافظات الرمادي والموصل وصلاح الدين؟ نعم. من خان العراق؟ من غدر الجنود العراقيين؟ الاسباب اللي ادت هذا الى كله اولا السنه وبدون استثناء. اثنين الاكراد لهم اليد في ذلك. انا لا ما عمري ما كنت طائشه لكن هذه الحقيقه واضحه وضوح الشمس. الاكراد مو هسه خانوا يا ما خانوا العراق والعراقيين واليوم احنا شفنا النائبين الكردين اللي تجاوزوا على امره عراقيه في مجلس البرلمان. وشكرا لكم جميعا. والله خلي ارد على اثنيناتهم. انت رد عليه باختصار اذا تقدر وبعدين نعطي الفرصه لعبد الجبار. تفضل. اولا خلي ابدا من ثاني. تفضل. اليوم اكو واحده اسمها عاليه نصيف. نعم. واحده يعني لولا تلفزيون اريد اقول له يقول لي تعدوا على مره. هذا اجت تتعدى غلط على شهداء الاكراد. نعم. انفال وتسب الاكراد. مناقشة ويا أخت تافقة أحد أخواتنا من البرلمان العراقي. نعم. بعدين أكو واحد هاي بالعراق. نعم. إحنا عندنا سالفة إذا واحد يضرب من وراء لان هذا جبان. نعم. واحد اسمه علي مالكي من هاي طائفة مالكي. نعم. ضرب أخت تافقة. نعم. شوف هاي غيرة العراقيين. نعم. ترى إحنا أكراد أخلاق عندنا. نعم. شيمة الأكراد موجودة وإحنا عدنا تاريخنا. نعم. أكو واحد رجال يضرب المرأة مو هو من يصير يتفساد هدولة 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 ينزل له المستوى. هذول الناس التعبانة. ثانيا. نعم. أريد أرد على أخ جواد. نعم. إحنا أكراد شنو خيانتنا؟ هذا أخي يقول تاريخنا خاين. شنو خيانتنا بالعراق؟ نعم. شنو إحنا خان العراق؟ لما الشيعة كان ما عندهم مأوى إحنا كنا مأواهم. نعم. لما السنة ما عندها مأوى إحنا مأواهم. احنا قلوا لي فد واحد كردي فد يوم دخل بغداد سوى عملية قتل واحد عربي. واحد كردي راح البصرة سوى عملية انتحارية ضرب فد واحد فجرنا جسر. اخلاق احنا اخلاقنا اخذنا من مدرسة برزاني علمنا اولا احنا كل طول عمرنا ما مسوين عمليات خارج حدود كردستان. كل العمليات دفاع عن النفس احنا موجودين كأكراد. ثانيا موضوع الموصل انت ليش تذبب براس البرزاني؟ شنو علاقة البرزاني؟ برزاني هل قائد عراق حكم عراق؟ هل برزاني قائد بغداد؟ هل برزاني قائد بصرة موصل؟ احنا شنو علاقتنا؟ انتو تحكمون نفسكم. الفرق اللي كانت تحمي الموصل كانت بامر المالكي تاخذ الامر من المالكي غراوي ما هذا الغراوي هل هذا هو اوامره من مسعود برزاني هو قائد الموصل؟ هل اثير الجافي جندي يمي؟ احنا ما موجودين بس احنا عندنا مناطقنا مشتركه مع موصل. ليش دافع حاولنا ندافع داعش اجى اخذ كردستان اخذ مناطق ورجعناها. ليش انت تذب فشلك على الاخرين؟ ليش انت ما تريد دافع عن واقع الحال؟ زين احنا موجودين اكراد بالموصل، هل اكراد موجودين بالرمادي؟ هل اكراد موجودين بالتكريت؟ هل كان اكراد موجودين ببيجي؟ حمام علي؟ شرقاط؟ هيد؟ راوه؟ عانه؟ هل كانوا موجودين اكراد؟ اخي الكريم ليش انت ما تريد
تعترف بهذا واقع الحال. هاي شيء واحد احنا كأكراد نفتخر بها لحد اليوم. احنا كنا نقدر آلاف المرات تقدر نسوي نقتل الجنود العراقيين ونسوي أشياء هواية ما سويناها. أوامر من أبو الروحي إلنا برزاني وصل لأبويا، أبويا وصل إلي، كي هذول أهلنا وأحبابنا أكبر دليل. 91-50 ألف جندي عراقي أسير يا بكردستان. انطيني دليل واحد إحنا ضربنا راشدي. بالعكس جبناهم أكلناهم قلنا لهم الله وياكم الله وياكم. كم مرة وراء انتفاضة انت بالعراق يقول شيء انتفاضة الأولى، احنا عندنا انتفاضة ثانية وثالثة وكل تاريخ الأكراد من يوم الثورة 63-61 لغاية اليوم كحزب ديمقراطي كردستاني. انطيني فشيء احنا سوينا ضد أي شعب. كعرب كسنة الشيعة أي آخرين. واختمت الشعب اللي هو تابع لكم، يعني هسه اليوم 1,800,000 ظروف الصعبة موجودة بكردستان. هذول الصحة، الكهرباء، الماي، مالة كلها بكردستان، بيوت الكردستان كلهم مفتوحة لهذول. يعني احنا شو نسوي؟ قبلة كنا بيشمركة بالجبل، هذول الشيعة كلها تأيمنا. أنا أتحمل مسؤولية أقول أنه لولا حكومة كردستان فتحت أبوابها خاصة للأقليات أنه تروح لشمال العراق لكان هذول معظمهم انقتلوا ومعظمهم يمكن هاجروا الى مناطق الله يساعدهم. استاذ وليد قبل انا اسف اريد فد ملاحظه تفضل. مسعود برزاني رئيس اقليم كردستان عنده السلطه بكردستان، ما عنده دخل ببصره بناصريه بسماوه. تفضل انتم اخدموا البقيه، لا تذبون فشلكم على الاخرين. ترى والله العظيم انا احب بصره شلون ما احب حلبته، انا من حلبته سليمان نفس الحبنا الا مشكلة مو احنا، مشكلة انتو ما تريدون تقدمون. خلنا نعطي استاذ عبد الجبار. استاذ عبد الجبار نعم تفضل. تفضل اذا عندك على اتصلوا على الاشياء اللي نحكي بيها، اذا عندك تعليق مداخلة شو رأيك؟ حقيقة بالنسبة للمناطق التي تحدث عنها الاخ مثل الموصل والانبار، يعني هي كانت بيئة طاردة للجيش العراقي، يعني وهذا لا أدعي أنه بسبب سكان المناطق لكنه بسبب التحريض الطائفي من قبل القادة السياسيين ورؤساء العشائر الذين لا يتفقون والنظام يعني النظام الجديد بعد 2003. فهناك شحن طائفي من قبل هؤلاء وبالذات الموصل، وهذا طبعا هذا الـ يعني كان يأيد وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، يعني يقول سبب سقوط الموصل أن الموصل كانت بيئة طاردة للجيش العراقي، يعني بسبب تحريض من بعض السياسيين رؤساء العشائر الموجودين. يعني كان عندما يمر الجيش العراقي أو أي قطعة من الجيش العراقي في أي جزء من الموصل يبدأ الناس بيرمون الحجر عليها ويعتبرونه جيش صفوي جيش إيراني، وهذا غير يعني هذا أحد الأسباب التي يعني خلقت حالة إحباط ويأس. يعني أنا جيش يعني أنا كجندي رايح أدافع عن منطقة، وإذا المنطقة هي تعاديني يعني هي تكون عدوة لي قبل العدو الحقيقي، طيب كيف أنا أقدر أقاتل بها؟ هذا أيضا أحد الأسباب حقيقة اللي خلى في صلاح الدين وفي الأنبار في نفس الشيء. فأنا لا أقول أنه المجتمع في تلك المحافظات، لكن القيادات بعض القيادات التي تدعو إلى أو تدفع بالشحن الطائفي من أجل تأزيم الوضع في تلك المنطقة وأخرى. عندي أخير سؤال راح أسأله طبعا الأخ كاكا أميد وإلك أخ عبد الجبار. أمريكا دفعت ثمن باهظ بالعراق، 5,000 جندي قتل أمريكي في العراق، داعش دا تهدد المصالح الأمريكية وطبعا الأوروبية، المصالح الغربية اللي هي أمريكا تدافع عن المصالح الغربية، داعش دا يهدد. أمريكا عانت من الفساد الموجود في العراق لأنه
ما توقعت ايش الدف يعني اجتي دفعه فهم ثمن باهظ جدا. وبعدين العراق هوايه اسوأ قبل ما دخلته. هل تعتقدون انه وخاصه الانتخابات جايه واذا استلم الحزب الجمهوري السلطه في امريكا، هل تعتقد اكو تفكير امريكي بزج مجموعه كبيره من الجيش الامريكي بالعراق وتشكيل حكومه وتعديل الوضع الفاسد موجود في العراق؟ هذا لكم هيك احتمال؟ استاذ وليد، تعرف امريكان غير سياستهم بالعالم. نعم. هي موضوع هاي التدخل بالعراق وافغانستان بعد ما يكرر ابدا. نعم. بس بدنا نحكي ريببليكان اللي يأيدون ارسال الجنود الامريكان. خلي اقول لك يعني فشي انتم ممكن كلكم تعرفون، استاذ جبار همينه ممكن يعرف. امريكان لما سووا اتفاقيه ويا العراق هو اخراج من العراق، طلبوا من السيد نوري مالكي قال خلينا نبقى بالاتفاقيه عدد من جنود امريكان يكون دعم للحكومه العراقيه. بالضبط. انت تضمن؟ السيد مالكي قال بدون تردد، قال ما نريدكم، ما نريد يبقى اي جندي. نعم. وانا متاكد ومسيطر على القضيه واحنا نقدر ورا هالفساد اللي صار كله. فساد. هل امريكا حتغير رايها اشوف وباستطاعتها امريكا اذا يريد خلال فتره قصيره ينهي قضيه. بس هاي مشكله انا عراقي وانت عراقي وسادة بجبال عراقي. نعم. مو مشكله الامريكان. نعم. وجه نظر الامريكان عندهم استراتيجيه. نعم. انا وانت عندنا بلد راح يدمر. فرق بين انا وامريكان هذا، امريكا عندها استراتيجيه. الاستراتيجيه الامريكيه ممكن مو مثل الاستراتيجيه احنا بالعراق. نعم. واحنا بالعراق احنا طردنا امريكا. نعم. رغم تضحياتهم، والله لولا امريكان والله العظيم نبقى بعد 100 سنه يحكمنا عدي بن عدي وغيره. نعم. زيح. امريكا اجى طرد دولة خلاهم سنتها سلم لنا بلدنا. زيح. احنا ما قدرنا نحافظ عليه. ما قدرنا. هل ممكن انه يرجع امريكا؟ مو بهذا، مو بهاي تصورك حضرتك. زيح. امريكا يدعم الحكومة العراقية. نعم. اكبر وجود وزير خارجية امريكية قبل كم يوم كان. نعم. موجود يطلب، صارت اجتماعات ويا كل الاطراف، يا يطلب منهم دعم حكومة العراقية، طلب من اكراد دعم حكومة العراقية. احنا يقول ياب احنا ويا التغيير، تفضلوا التغيير، بس شنو يعني شنو مؤسساته؟ انت تريد تغيره على مود انتم تكونون مسيطرين بالعراق، حكومة ضعيفة، يبقى منه اذا ما عنده ظهر بالعراق شنو يصير؟ احنا اساسنا فاشل. لازم نبدي اعادة تأهيل برلمان عراقي، رئيس عراقي، مجلس وزراء من الصفر، كونا اسسنا دستور عندنا احنا ما نطبق دستور. زيح. بالعراق اكو شيء لاخر. الاتفاق الايراني الامريكي نطى الصلاحيه لايران بالسيطره بالهيمنه على العراق. طبعا انتهى. سو امريكا ما لها دخل لانه خلت امريكا هي ايران موجود. نعم. أمريكا انتهت كل يعني. كل احنا انا ما اعاتب ايران. لا. ولا اعاتب السعوديه. لا. ولا اعاتب اردن. لا. ولا اعاتب سوريا ولا تركيا. اخ العزيز. لا. كل واحد يريد يضمن حقه، ايران من حقه. لا. بدل ما يجي له الشر يصير ارض البديله، كل هسه الشر بالعراق يحارب. لا. كل شيء بالعراق. لا. هو بدل ما ممكن في يوم موجه يتغير لايران، هو همه هو ما يوصل هاي بموجه. ايران عنده معارضه، اكو اشياء انت ممكن حضرتك ما تعرفها، اكو مناطق بالايران عمليات هاي حكومه ما يقدر يروح الا ما باليوم الكرمانو، اكراد معارضه، عربستان معارضه، بلوستان معارضه، فده يحاول انه يغطي خل معارضه كل هاي يريد يبعد عن نفسه. مشغل عراق. عراق ساحة البديلة. نعم. إيران موجودة، عنده قوات موجودة بالعراق. نعم. هل إحنا نحتاج؟ ما أريد يعني أدخل تفاصيل. حزب الله من لبنان يجي دافع عني. نعم. أنا عندي خيرة الرجال موجودة بالعراق. عراد ما يراد لأحد، بس غير إحنا واحد يلزم ظهر الثاني. نعم. يوم يا واحد يتعدى عنه. إحنا نطبق توجيهات دول اللي خارجية من أجل تدمير العراق. هاي حقيقة العراق أخي الكريم. سو معناته انتهى العراق. أعطيك فرصة عبد الجبار، هل تعتقد أمريكا
راح ترجع للعراق وتحاول تصحيح ما الخراب الموجود بالعراق من خلال ارسال جنود القضاء على داعش، وهم اذا موجودين هناك واذا قضوا على داعش راح يحاولون انه يقضون على الفساد ويحطون الحكومه اللي من الممكن تكون ينطوها الدعم، واذا انطوها الدعم اذا اجابوا اي رئيس وزراء، بس رئيس وزراء طبعا يكون بخلص العراق وإلى القدرة على اتخاذ المواقف، وإذا دعموا الأمريكان أعتقد من الممكن أنه يسيطر على الوضع ويعالج الأمور. هذا هل هو هالشي راح يصير، أو تعتقد أنه الاتفاق الإيراني الأمريكي نطل لإيران التدخل الكامل والهيمنة على العراق وأمريكا انتهت من العراق؟ تفضل. خليني أقول لك شيء، إيران هي موجودة قبل الاتفاق وما بعد الاتفاق، وأمريكا موجودة لم تخرج من العراق، يعني الآن هي صحيح في صفة مستشارين ومدربين في قطاعات مختلفة وبالذات الجيش العراقي، لكن ما أنه ترجع قطاعات أخرى من أجل أن تفرض واقع جديد في العراق لا أعتقد ذلك، لكن قد تكون في هيئة يعني مستشارين بعدد أكثر، مدربين في قطاعات مختلفة سواء كانت يعني مدنية أو عسكرية، هذا ممكن، لكن بإرسال قوات لفرض واقع جديد لا أعتقد ذلك. نعم. أخيرا انطيني دقيقة أستاذ عبد الجبار، هل تعتقد اللي اعتصموا بالبرلمان العراقي راح ينتهي إلى نتيجة لو مثلها مثل الباقيات اللي صارت الهوسة والهذا وبعدين انتهت ورجعوا وكل شيء على مكانه؟ تفضل. برأيي الشخصي أنه هالمرة وصلت إلى حد مثل ما يقول الكلايمكس، يعني إلى الذروة، فبعد ما منها نتيجة، يعني أنه ممكن يعني تصل إلى نتيجة وغدا لناظره قريب، لأن 174 واحد لهم حق، يعني قلت أنا ثلث البرلمان، ثلث أعضاء البرلمان لهم حق أنه يحلون البرلمان، فأنا هالمرة أتوقع أنه هناك نتيجة راح تحصل، يعني لا بدوان، يعني تقريبا الساعات الأخيرة أنضم لهم أياد علاوي، طبعا حاول أن يركب الموجة وأنضم لهم، وعموما يعني موجود أحسن مما موجود، وقد يغير أو يدعم موقف هذه الكتلة المعتصمة داخل البرلمان. نعم. شكرا كاكو ميت. هل تعتقد أنه يعني وصلت مرحلة العراق انتهى إذا وصلت هاي للفوق؟ بالضبط. هل تعتقد هالمرة راح تصير؟ ما صراحة يعني ممكن أختلف ويا أستاذ عبد الجبار، مع احترام تقدير رأيه، ما أتصور يوصلنا لبرلمان. احتمال راح يصير مثل انقلاب عسكري، بس الجيش يلغون برلمان عراقي، يحتلون برلمان عراقي، يصير حكومة عسكرية إن شاء الله. يعني والله بس بواقع تعرف شنو هذول اللي ركبوا موجة، يعني لا يكون بالك، هو تغيير عباس بعلي وميد بن فتاح. لا يعني إحنا عندنا مشكلة بجوهر القضية، تطبيق دستور العراقي، ما حد يطبق دستور العراقي. هاي كلها اجتهادات شخصية. حيدر عبادي اللي تنهي رئاسة الوزراء. هل هالمرة راح تصير؟ لا والله ما أتصور. ما تصور. أوكي. شكرا أستاذ عبد الجبار. شكرا أخ أميد. أعزائي المشاهدين طبعا أكو مكالمات بس ما راح نأخذها لأنه انتهى تقريبا البرنامج. أعزائي المشاهدين كان هذا لقائي مع كل من الأستاذ عبد الجبار جعفر وهو خبير في العلاقات الاستراتيجية، والأستاذ أميد جاف وهو ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في ولاية ميشيغان. في الحقيقة كعراقي أتمنى أي تغيير، حتى لو كان الجيش يستلم، حتى لو كانت أمريكا تستلم، بس أريد هذا الفساد يوقف، هذا الألم دمار اللي الدمار، الألم اللي موجود يم الشعب العراقي هذا. ترى هالشعب ضحى هواية، هالشعب لسنين وسنين يعني خلص من ظلم صدام وجب أسوأ منه بهواية، فأتمنى أنه فتشي تغيير يصير بالعراق، وأتمنى هذا التغيير يصير عن قريب، لأنه إذا تمدد المدة راح نرجع شو ما كنا بالأول.
أعزائي المشاهدين، شكرا لمشاهدتكم، شكرا لمشاركتكم، وتصبحون على خير.